الحمد لله احنا كده خلصنا تقريبا قبل النهائي، صدرنا المجموعة كل ماتشات 3-0 مرحلة وخلصت الحمد لله. بالنسبة للماتش، ماتش كان يعني عادي جدا، ماشي طبيعي، مسيطرين عليه، كورتين ثلاثة كده ما كانش لهم لازمة، التحكيم ما كانش فيه مشاكل يعني خالص معنا، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الجيمين يعني. ومبروك لنادي الاهلي تصدر المجموعه، وان شاء الله الجاي بقى هو المهم والاهم بكتير جدا. عندنا يوم السبت ماتش في كاس دور ال 16، بعدين ان شاء الله ماتش برده تاني في الكاس القناه تقريبا هي اللي في سكتنا، وبعديها هنبدا بقى دور الثمانيه المهم زي اللي هو اللي هنجمع فيه نقط بقى اكتر، هو اللي هياخد الدوري ان شاء الله. طبعا الحمد لله قدرنا نكسب النهارده 3-0 كاخر ماتش في الدور قبل النهائي. طبعا احنا مع الكابتن محمد مصلحي معلي الحمل جامد قوي على الفريق كله، لان احنا خلاص داخلين على النهائيات وده المهم. والحمد لله قدرنا نتصعد من المجموعه بالعلامات كامله 3-0 كل شوط، فعشان كده في اخر ماتش دايما الفورمه بتبقى قله شويه، عشان احنا تركيزنا كله في النهائي وبطوله افريقيا، داخلين على ماتشات كتير قوي وده ضغط ماتشات، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. الحمد لله على المكسب النهارده. النهارده الماتش كان نوعا ما احنا خلاص ضمننا الصعود للدور النهائي دور الثمانيه. الكابتن بدأ بالناس الكبار طبعا عشان يضمن برضو ان الدنيا تمشي كويس. كسبنا اول شوطين، الكابتن جه في الشوط الثالث بدأ بينا من اول الشوط، الحمد لله يعني ما خيبناش ظنه وادينا كويس، عملنا اللي علينا وربنا وفقنا وكسبنا الشوط ده بأداء كويس وخلصنا ماتش 3-0 يعني الحمد لله.